مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الوصفه والفيديو اللي جاب لكم اليوم هو جاب الحبيب بالفلفل الاسود. نعم بالفلفل الاسود سياتي حبيبك ويطلب السماح ويعتذر ويعود تعود من المجاريه. وبهذه الوصفه سوف يصبح خاتما في اصبعك. نعم بهذه الوصفه سوف يصبح خاتما في اصبعك. يعني سبحان الله وصفه اعطيتها الكثير من الزبونات وقمت بها الكثير من الزبونات واعطت نتيجتها في مده قصيره. مده قصيره يعني ظهرت النتيجه. يعني وصفه سبحان الله معجزه. ولا انتم تعلمون ان لا اعطيكم الا الوصفات الناجحه. وهذه الوصفه يعني سبحان الله اعطيتها الكثير من الزبونات واعطت نتيجتها في مده قصيره. بهذه الوصفه سوف تعود من المجاريه وسياتي يحبك ويتصل ويعتذر ويطلب السماح. واذا كان هذا الانسان زوجك وزوجك ومعك في البيت وتغيرت معاملته بهذه الوصفه سوف يصبح بينكم الحب والموده والحنين. وسوف يعني لو يذهب فقط للعمل ياتي في المساء وكله موده كله حنين كله اشتياق يعني كله عاطفه يعني وستتغير معاملته كليا. وسوف تلاحظين هذا الشيء مده قصيره. اذا كان هذا الانسان طريقك بهذه الوصفه سوف ياتي لباب بيت اهلكم ويطلب السماح ويعتذر وتعودين لبيته طريقك. يعني سبحان الله وصفه معجزه. واذا كان هذا الانسان حبيبك بهذه الوصفه سوف يتصل ويعتذر ويطلب السماح وتعود من المجاوي سوف يصبح خاتما في اصبعك. نعم خاتما في اصبعك لان بالفلفل الحار. وانتم تعلمون ان الفلفل الحار في الاعمال الروحانيه يعطي تهيج ومحبه قويه يعني يزيد المحبه والشوق والحنين والعاطفه بين الحبيبين وبين الزوجين. يعني سبحان الله عنده تاثير ومفعول قوي في جلب الحب الفلفل الحار وخاصه في هذه الوصفه يعني تعطي نتيجه يعني في مده قصيره. سبحان الله يعني نتيجه في مده قصيره ويعني وهي سهله. هذه الوصفه هي سهله. كل ما سنحتاج فيها هو الفلفل الحار ثم قلم وورقه. الفلفل الحار وقلم وورقه او المدد الروحاني. سوف تكتبين المدد الروحاني او الفلفل الحار. سوف تكتبين اعتذر بالمدد الروحاني او القلم الاسود. بالمدد الروحاني او القلم الاسود سوف تكتبين ما سأملي عليك الان بالحرف. اول شيء سوف تكتبين جلبتك وهيجتك بالفلفل الحار يا فلان ابن فلانه. يعني هنا ستكتبين اسمه واسم امه بدون اسمك انت. جلبتك وهيجتك بالفلفل الحار يا فلان ابن فلانه. يعني اسمه هو اسم امه. اذا لم يتوفر معك اسم امه سوف تكتبين اسم حواء ابن حواء. في مكان امه سوف تكتبين ابن حواء. ثم تعودين للسطر وتكتبين لو تغيب ترجع. لو تغيب ترجع تطلب السماح. ثم تعودين للسطر الثالث وتكتبين لو خيروك بيني وبين النساء تختارني في الصباح قبل المساء. لو خيروك بيني وبين النساء تختارني في الصباح قبل المساء. سأعيد لو تغيب عني ترجع تطلب السماح. يعني لو غيب عنك يرجع يطلب السماح. لو خيروك بيني وبين النساء تختارني في الصباح قبل المساء. يعني لو خيروك بينه وبين جميع بينك وبين جميع النساء سوف يختارك انت. يعني النساء لانه سوف يكون مربوط لك انت مجلوب لك انت فقط. يعني ينظر لك على انك انت اللي موجوده في الدنيا. يعني سوف يعني يكون مجلوب لك مهيج يعني كله عاطفه كله حب كله موده تجاهك. يعني سبحان الله وصفه معجزه وتعطي نتيجه في مده قصيره. هذه الوصفه سوف نستعمل الاحرف الترابيه. وانتم تعلمون ان الاحرف الترابيه يعني تعطي مفعول وتأتي في جلب الحبيب. يعني وهذه الاحرف يعني عندها تاثير ومفعول قوي في الجلب. يعني وخاصه في هذه الوصفه يعني تعطي نتيجه يعني في مده قصيره. ثم تكتب اول شيء تكتبين باء ثم واو. يعني من الاحرف الترابيه باء ثم واو ثم نون ثم صاد ثم تاء ثم ضاد. وتقومين برسم جدول مثل هذا هكذا جدول مثل هكذا ثم ترسمين خانه هكذا في هذا الرسم. تكون الخانات هكذا ثم ترسمين خانة أخرى هكذا على نفس منوال الخانة الأولى هكذا يتم رسم الترسم هكذا. تكتبين هنا كلمات روحانية كلمات روحانية. يعني كلمات روحانية بالأحرف الترابية. ثم تكتبين هنا اسمي هو اسم أمي فلان ابن فلانة ابن فلانة. وإذا لم يتوفر معك اسم أمي سوف تكتبي ابن حواء. ثم هنا اسمك واسم أمك فلانة بنت فلانة. يعني هنا اسمك واسم أمك. ثم تأخذين الفلفل الحار. بالنسبة لأيام القيام في هذه الوصفة يعني أي يوم قمت بها المهم يعني في المساء بعد صلاة المغرب. في أي يوم قمت بها سواء اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة أي يوم قمت بهذه الوصفة ولكن يستحسن في المساء بعد صلاة المغرب. ثم تأخذين هذا الفلفل الحار وتقومين برشه هكذا فوق الترسم. رشه هكذا فوق الترسم بالكامل فوق الترسم. ثم تضعيه اكثر من 40 دقيقه. تضعي على هذا الشكل اكثر من 40 دقيقه. وبعد ان تمر اكثر من 40 دقيقه سوف تاخذين الترسم وتقوم تطيه هكذا على هذا الشكل
هكذا تقومين بطيه هكذا على هذا الشكل. ثم تاخذين هذا الطوس وتقومين برميه في مكان بعيد، يكون مكان فيه خلاء، المهم تكون ما تقومين برميه في مكان فيه خلاء، المهم مكان ماجور فيه يعني مكان فيه خلاء يعني فيه تربه او خلاء يعني لا يسكن في جواره السكان، يعني تقومين برميه هكذا هذا الطوس، ومباشره بعد ان تقوم برميه سوف يعني تزيد المحبه والشوق والحنين والموده في قلبه، ولن يرتاح له البال والضمير حتى يتصل وياتي ويعتذر ويطلب السماح، وسيصبح خاتما في اصبعك بعد لوديه وبعد هذه الوصفه. يعني سبحان الله وصفه معجزه، وكل ما جربتها اعطت نتيجته في مده قصيره، يعني وسبحان الله يعني سوف يصبح خاتما في اصبعك بعد هذه الوصفه. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي كالعاده، من اريد ان تواصل معي اريد عمل خاص، يترك لي رساله في الواتساب الذي هو هذا والذي ساضعه في صندوق الوصف ايضا. للتذكير ان ليس لدي اي حساب على الفيسبوك، لدي هذه القناه فقط وهذا هو رقمي الوحيد، ليس لدي اي رقم. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي، الى فيديو قادم ان شاء الله.